مرحبا جميعا، اليوم انا حابب احكي عن السلسله اللي حكيت اني انا راح ابدا اعمل عنها، واللي هي السلسله الهندسيه. راح تكون بمسمى ابسطها لك في دقيقه هندسيه. المسمى راح يكون عباره عن جزئين. الجزء الاول هو عباره عن كلمه او موضوع او مصطلح ابسطها لك، بمعنى انه احنا راح نحكي عن اي موضوع في هذا الفيديو بطريقه بسيطه جدا وسهله جدا للفهم، سواء كنت مهندس او غير مهندس. الشغله الثانيه اللي هي ابسطها لك في دقيقة هندسية. دقيقة هندسية معنى انه جميع المواضيع اللي راح يتم طرحها ان شاء الله راح تكون مواضيع هندسية او مواضيع مرتبطة بالهندسة. وفي دقيقة هندسية معنى انه الفيديوهات اللي راح يتم نشرها خلال هاي السلسلة هي فيديوهات، كل فيديو منهم راح يكون عبارة عن دقيقة واحدة فقط. ليش دقيقة واحدة وليش بطريقة بسيطة؟ لانه بدي الكل يفهم هذا الموضوع، وبدي الكل يقدر يتابع كل هاي الفيديوهات اللي راح ننشرها ان شاء الله. ولما تكون دقيقة واحدة فالكل راح يحب يتابعها، وراح تكون خفيفة لطيفة على الجميع، وما راح تكون مملة باي شكل من الاشكال. هلا الفكرة في الموضوع انه العملية راح تكون عملية تبادلية من جهتي ومن جهتكم. من جهتي انا راح اتعامل مع المواضيع الهندسية واللي راح احكي فيها والخصها او اشرحها في دقيقة واحدة بطريقة بسيطة حتى الكل يقدر يستوعبها. من جهتكم بحب انه انتم تتابعوا هاي الفيديوز، بتقدر تعمل سبسكرايب للشانل، تقدر تشترك في القناة وتفعل خاصية الجرس او النوتيفيكيشن بيل، وتتابع الفيديوهات ان شاء الله اللي بتنزل اول باول. الشغله الثانيه اللي بدي اياها برضه من جهتكم، الفيديو اللي بتشوفه وبيعجبك اعمل لي عليه لايك لحتى اعرف انه هذا الفيديو كان مستواه منيح، او لحتى اعرف انه هذا الفيديو عجب شريحه منيحه من الناس اللي حضرت هذا الفيديو. والفيديو اللي ما بيعجبك شاركني فيه برايك واحكي لي ايش الاشياء اللي بتحس انه لازم تتحسن وتتطور بهذا الفيديو. هلا الشغله كمان اللي بتهمني في هاي السلسله لحتى نتبادلها مع بعض، انه تقترحوا علي بعض المواضيع اللي بتشوفوا انه هي مناسبه لحتى تنطرح في سلسله ابسطها لك في دقيقة هندسية. اما بانكم انتم ترسلوا رسالة على الفيسبوك واللينكات موجودة، او انكم انتم تبعتوا على الانستغرام مثلا، او انه انتم بتقدروا تحطوا كومنتس في صناديق التعليقات الموجود تحت هذا الفيديو حتى توصل الفائدة للكل، حتى نتشارك انا وياكم، لانه انا المواضيع اللي راح تعطوني اياها راح اقرأ عنها اكثر، راح اعرف عنها اكثر، وراح تكون يمكن مرت علي في مشاريع او مرت علي خلال السنوات اللي اشتغلت فيها، فحتى اقدر اشمل مواضيع اكثر بطريقة انسب وتكون موجهة لكم انتم اللي بتحضروا هاي الفيديوهات. راح تكون عملية مستمرة. كم عدد الفيديوهات لسه ما بعرف، وكم راح تستمر هاي السلسلة ما بعرف، لاني ما بدي احددها بعدد معين، لانه ممكن تطلع معانا مواضيع اكثر واكثر لقدام شوي. بتبين معانا ان شاء الله شو المواضيع وشو عدد الفيديوهات اللي راح يتم طرحها، ومتى الاوقات اللي راح يتم طرح فيها هاي المواضيع. الشغلة كمان اللي بحب انها تصير، انه اللي بشوف الفيديوهات وبحس انها هي مفيدة، انه اعمل شير لك لاصحابك لزملائك لحتى يستفيدوا منها. السلسلة ما راح تكون فقط موجهة لمهندس معين او لشريحه معينه اللي هي المهندسين، لا، هي راح تكون بسيطه باسلوب طرح بسيط لحتى الكل يقدر يستوعبها ويفهم عليها. اذا كان حدا انترستد بالفيلد ومش مهندس راح يقدر يتابع هاي الفيديوهات. الفكره اللي برضه ممكن احكيها انه ممكن تحسوا انه الفيديوهات شوي موجهه التوجه المعماري، لانه تخصصي انا مهندس معماري، فراح على الاغلب تغلب عليها الصبغه المعماريه بشكل شوي ملحوظ، لكن راح احاول اشمل فيها مواضيع اكثر من مجرد انه تكون بس مختصه بالهندسه المعماريه. راح نحكي بمواضيع الديزاين، راح نحكي بمواضيع الكونستراكشن، راح نحكي بمواضيع السوبرفيجن، راح نحكي بمواضيع المانجمنت بالقدرة او بالخبرة، بمجال الخبرة اللي انا اشتغلت فيها ان شاء الله، وبمجال المعلومات اللي انا بقدر اجمعها واقرأ عنها عن هذا التخصص. ان شاء الله تكون سلسلة فيديوهات ممتعة ومفيدة والكل يقدر يستفيد منها. شكرا لكم ويعطيكم الف عافية.